أم مصطفى تفضلي. السلام عليكم سيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد قبل فترة أدرت في تاكسي من كربلاء للنجف في الجراج واحد مال النجف وأنا أجي لها الكربلاء. فمن بعدنا بالسيارة نسيت أطيل الكروش، شلون يعني أرجعها لو أنا ما أعرفه هو. يعني نسيتي تطيل الكروش شنو، باص هو لو سيارة تاكسي؟ لا هو أنا نزلته من بيت للجراج. ايه؟ الموحد مال السيارة كفلة. واضح شلون نسيتي، هو ما طالبك يعني من الرجال ما طالبك؟ هو نسى ينطي وانا نسيت انطي وابني اللي وياي هم نسى ينطي، يعني اثنين كافلنا نسينا. خير ان شاء الله. فاجيت الكربلاء وانا يعني انا من واضح الكربلاء. واضح واضح واضح، لا تكررين الكلام، حياك الله. ام مصطفى تقول قبل فتره انا ركبت بتاكسي ولكن لما نزلت من تاكسي ما اعطيت الاجره، لا هو طالبني ولا انا انطيته، فشنو اللي اسوي؟ إذا تعرفين صاحب التاكسي وتقدرين توصلين إليه فهذه بذمتك، هاي الأجرة بذمتك لازم تنطيها وابحثي عنه. فإذا يأستي قلت سيدة أبدا ما أحصله وأبدا ما أعرفه أبدا، فتتصدقين تطين صدقة، هاي الأجرة تطيها صدقة عن صاحب التاكسي، تطي صدقة عن صاحب التاكسي. متصل علي تفضل. شلونك مولاي؟ حياك الله مولاي. انا صايم من اهل الديوانيه. نعم. وعد عمليه بالنجف. بلي. زين انا من اروح للنجف افطر لو ابقى صايم. تجي كم يوم بالنجف؟ 10 ايام تبقى؟ لا يومين انا اقدر اروح اسوي عمليه يومين. طبعا. واضح واضح. ايه. اقول انت كثير سفر لو ما عندك كثره سفر؟ لا ما عندي كثير سفر. أنت ما يعني لا سائق ولا كذا، ما عندك سفر؟ لا أنا منتسب أنا. حياك الله بارك الله. علي يقول أنا صائم وعندي عملية بالنجف، راح أجي ليومين فقط لإجراء العملية، هل أبقى صائم بالنجف؟ الجواب لا، أنت بالنجف مسافر، إذا بقيت يوم يومين ثلاثة أيام أربعة أيام سبعة أيام ثمانية أيام تسعة أيام تبقى ما تصوم. ليش؟ لأن مسافر، حتى لو تسعة أيام بالنجف ما تصوم، أنت مسافر وصلي قصر. هل يومين أو ثلاثة اللي ما صمتين بعدين تقضيهن إن شاء الله تعالى، ما عليك شيء بس قضاء. متى أنا أصوم؟ يوم اللي تنوي تبقى عشرة أيام بالنجف، إذا بقيت عشرة أيام كاملة ذاك الوقت تصلي وصوم تمام، بس انت تجي يومين ثلاثة ما تصوم وترجع ان شاء الله سالم وعملية ناجحة ان شاء الله وتقضيهن في وقت اخر. نعم. متصل اخر. حيدر تفضل. الو. حياكم الله. سؤالي عن بيع الدولار، $100 ابيعها مثلا في شهر شهرين. سؤالك واضح يا حيدر، بيع الدولار في بالآجل بالمدة أكثر من سعره. حياك الله. حيدر يقول أنا أريد أبيع الدولار بالمدة، يعني الدولار الآن مثلا 147 ألف الورقة، أبيعها 160 ألف لمدة شهر، ماكو إشكال أن تبيع الدولار بسعر أعلى في بمدة، لا إشكال في ذلك. ولكن هاي ولكن انتبهوا إلها، أكثر الصرافين وأكثر المصارف للأسف يقعون في إشكال. شنو؟ بعد ما أنت تشتري الدولار أو تبيع الدولار لمدة، فصارت المدة يعني أنا بعت الدولار مثلا $1,000 بعته بمليونين، هو 1,470,000 بعته بمليونين، $1,000 بعته بمليونين، يصح؟ بل يصح، ما في اشكال لمدة شهر. لما صار الشهر اجيت قلت لك يلا انطيني المليونين، قلت له ما عندي اعطيك سيدنا. يصح هنا جواب سؤال، هل يجوز لي ان اقول له خب ما دام انت بعد مدة راح تعطيني وراح تتأجل المدة انطيني مليونين ومية او مليونين ومتين يعني تضيف على السعر؟ الجواب لا يجوز، أن تبيعه بسعر لك حق، بس بعدين تضيف على السعر تضيف على الأرباح هذا ما يجوز، لا يجوز ذلك، هذا ربا. محمد تفضل.
محمد تكلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله كريم عليكم. تفضل حياك الله. سيدي احنا منتسبين. نعم. اوجاع يعني احنا 14 و7. بلي. احنا يعني بديالة نداوم بالديوانية لديالة. بلي. يعني شلون بالطريقة انت يعني صار اليوم اللي رحت في الطريق. واضح يا محمد ان شاء الله تعالى اجيب على سؤالك حياكم الله. محمد يقول احنا منتسبين 14 يوم دوام 7 ايام رجوع الى البيت وعملهم في الديوانية وديالة. يقول بالطريق شو نسوي؟ طريق اذا طلعت الصبح من الديالة وترجع للديوانية الصبح طلعت تقدر تفطر بالطريق. تقدر تفطر بالطريق ماكو اشكال. اما اذا طلعت بعد الظهر يعني صليت صلاة الظهر وطلعت او اذن اذان الظهر وطلعت تبقى على صيامك. ومن بيتك ايضا من بيتك لما تطلع صايم من بيتك لما تطلع صايم تريد تلتحق من تطلع انت لازم تكون صايم لان بيتك هذا صايم. ولكن بالطريق من توصل الى حد الترخص تقدر تاكل بالطريق. فالسفر يفطرك مو انك بالبيت تفطر. لا لما تروح للسفر وتكون مسافر ذاك الوقت تقدر تفطر. احمد تفضل يا احمد. سيدنا كمارة حدنا من قرابة توفى رجلها. بني. والمرأة عجوز ما تحيد. اي. يعني يصير تحيد ما يصير جايز. يمتى توفى زوجة متى؟ يعني صار تقريبا 3 أشهر 4. 4 أشهر متوفي زوجة. هي لابسة أسود لا ما لابسة أسود؟ ما لابسة أسود بس هي ما حدد مرة كبيرة. أقول لابسة أسود لو لا؟ إي لابسة لابسة. تتمكيج لو ما تتمكيج؟ ما تتمكيج؟ لا ما بتتمكيج. لا ما بتتمكيج. واضح واضح سؤالك إن شاء الله أجاوبه. أحمد يقول امرأة توفي زوجها ولا تلتزم بعدة الحداد يعني ما احتدت حسب تعبيره. أنا سألت هاي المرة لابسة أسود قال إيه. تتمكيج قال لا. تزوجت يقول لا. الحداد هو هذا الحداد لما المرأة يموت زوجها تلبس أسود وحزينة وما تتمكيج وما تصبغ شعرها وما تحني إيديها يعني هذه في عدة المتوفى عنها زوجها. العدة ما يحتاج واحد ينوي ما يحتاج نية. من يموت زوجها هي رأسا شنو من شوفها مات وعلمت بموته هي تلبس الحداد. تلبس الحداد يعني الحزن. الحزن حداد على زوجها لمدة 14 أيام. لا تتمكيج ولا تتزين ولا تتزوج تلبس ملابس الحزن هذا. والمرأة مسويتها المرأة مسويتها فهي الآن معتدة. لا تقولوا أنت ما معتدة. معتدة المرأة وإن شاء الله تكمل 14 أيام.